بسم الله، عشان نعمل اناليسيس لاي موديل سواء معماري او انشائي او كهروميكانيكال، عايز تعمل مثلا للمعماري للشادو للظلال والحركة الشمس وكده، ممكن ال MEB في حاجات كتير جدا زي اللايتنج، زي ان انت تشوف ال CFD بتاع المكان، ان انت تشوف درجة نقاوة الهواء، في حاجات كتير جدا تقدر تعملها. فأولا لو انت عندك الموديل مقسم على أجزاء لازم تجمعهم في موديل واحد، وبعد كده تتأكد هل هو جاهز وما فيهوش مشاكل وتقدر تعمل عليه كلاش. لو في مشاكل هترجع للقسم يظبط المشاكل ديت، وبعد كده تعمل اكسبورت. في بعض البرامج بتقبل امتداد الاي اف سي، وفي بعض البرامج الاخرى بتقبل جي بي سي ام ال، وفي برامج كتير جدا بتقبل الاثنين. فانت بتروح عامل اكسبورت، وممكن بعد ما تعمل اكسبورت تلاقي في مشاكل، فتبدأ تشوف ايه المشاكل دي وتبدأ تحلها، وبعد كده بتبدأ تعمل تحليل، وبعد كده تشوف هل النتيجة مظبوطة ولا في انت مش راضي عنها. فلو مش راضي بتبدأ ترجعها وتبدأ تشوف ايه المشاكل. لو انت راضي عن النتيجة ديت بتبدأ تشوف ايه الحاجة، هل الارقام دي فعلا بتحقق الجودة اللي انت عايزها ولا محتاج ان انت تعمل تعديلات في المبنى. ودي العلاقة بين البيم تولز والاناليسيس تولز. البداية بتبقى في البيم تولز. زمان كان الاناليسيس تولز بيستنى لوح الاوتوكاد، وبعد ما تجيله لوح الاوتوكاد يبدا هو يعمل موديل جواه. تمام، يعني مثلا تخش مثلا الاوتوكاد تقدر تبني المبنى من تاني، تخش على سي في دي تبني المبنى من تاني. اصبح لا، انت بتبني الموديل مره واحد وتبدا تبعته لكل البرامج، واي تعديل بتاخد التعديل تبعته، ما بتبداش تعيد الشغل. كان بيبقى مثلا عندي كذا برامج اناليسيس، بكل واحد فيهم لازم اعيد الشغل ولازم ابدا ارسم، وفي بعض البرامج كانتش متخصصه في الموديلنج، فكان بياخد وقت كتير جدا على اساس تشوف ايه التعديلات وتعملها. فاصبح الوقت اسهل بكتير بواسطه برامج البيم. بتعمل بعد ما عملنا البيم متاكد من ان المساحات مظبوطه، الجيومتري مظبوطه، ان الحدود بتاعه الشغل بتاعه مظبوطه. لو مظبوطه خلاص بنبدا ننقلها لبرامج التحاليل ونبدا نشوفها، ونبدا نشوف هل لو ديزاين اوكي تمام خلاص احنا فعلا التصميم ده بيحقق النتائج اللي احنا عايزينها، نقدر نبعتها للجهة. ممكن يكون في مثلا جهة رقابية أو جهة حكومية محتاجة الحاجة ديت، فنبعتها لها. لو في مشاكل بنبدأ نرجع تاني ونطلب منهم إن هم يعدلوا الحاجة ديت بحيث إن يكون حق التصميم. ممكن تكون أنت مثلا عايز عشان تاخد ليد أو تاخد أي شهادة من شهادات السستينابيلتي، فلو في مشاكل بتشوف ايه اللي نقدر نحلها ازاي من خلال الديزاين، وبعد كده تبدأ تمشي في الدورة دي تاني لحد ما تاخد في الديزاين اوكي، وتقدر تقول ان الشغل بتاعي صديق او محقق الحاجات اللي انا عايزها.